سلام تيل مودي زاي زبون ان شاء الله تكونوا كاع بيان معكم توجور فارس فوكس بور انو فيديو ان شاء الله. اليوم ساشرح لكم الدراسه في بلجيكا، ساشرح لكم مختلف الجامعات الموجوده في بلجيكا، طريقه التسجيل في هذه الجامعات، ايضا ساشرح لكم الملف والوثائق المطلوبه لطلب الفيزا الدراسيه الى بلجيكا، ساشرح لكم ايضا المعيشه والسكن في بلجيكا. تابع كاملة الفيديو لتفهم الشرح بالتفصيل على هذا الموضوع. سأبدأ الشرح نظام. مرحبا بالجميع، أتمنى أن تكونوا بألف خير. اليوم فيديو جديد، سنتكلم على موضوع الدراسة في بلجيكا، ليزيتود أون بلجيك. أولا لمحة تعريفية على بلجيكا، هنا ترون علم بلجيكا، شعار بلجيكا. بلجيكا هي دولة ذات نظام ملكي اتحادي في أوروبا الغربية، وهي عضو مؤسس في الاتحاد الأوروبي. تقدر مساحتها ب 30.528 كيلومتر مربع، عدد سكانها حوالي 11 مليون نسمة حسب إحصائيات 2018. عاصمتها لاكابيتال دو لا بلجيك هي مدينة بروكسل، وهي العاصمة الإدارة لمنظمة الاتحاد الأوروبي، وتعتبر أيضا الجامعات البلجيكية من أرقى الجامعات في أوروبا من حيث جودة التعليم، وهي تستقبل الكثير من الأجانب خاصة من الدول العربية مثل الجزائر، تونس، المغرب للدراسة في هذا البلد. أولا قمت بتلخيص قائمة الجامعات زائد التخصصات الموجودة في بلجيكا كما ترون هنا. أولا لدينا جامعة جوند، أونيفرسيتي جوند، تحتل المرتبة الأولى في بلجيكا. التخصصات الموجودة في هذه الجامعة لدينا الإعلام الآلي، الاقتصاد، الفيزياء، الكيمياء. ثانيا لدينا جامعة لوفن الكاثوليكية، أونيفرسيتي دو لوفون كاثوليك، تعتبر من أقدم الجامعات. وأهم التخصصات الموجودة في هذه الجامعة نجد الطب، الرياضيات، الإعلام الآلي. ثالثا لدينا جامعة لوفون الكاثوليكية الفرنسية، أونيفرسيتي كاثوليك دو لوفون، تحتل المرتبة الثالثة في بلجيكا. التخصصات الموجودة فيها لدينا العلوم الإنسانية، الاجتماعية، سيونس هيومان إي سوسيال، التكنولوجيا، وفيها عدة معاهد. رابعا لدينا جامعة الحرة لبروكسل، أونيفرسيتي ليبر دو بروكسل، تعتبر من أفضل الجامعات فيها تخصص الفيزياء. خامسا لدينا جامعة ليج، أونيفرسيتي دو ليج، من بين أكثر الجامعات استقطابا للطلاب الأجانب، والتخصصات الموجودة فيها نجد الفلسفة، السياسة، البيطرة، علم النفس والاقتصاد، الهندسة المعمارية، علم التطبيقية، التكنولوجيا. وهناك جامعات أخرى مثل جامعة فريج، لدينا أيضا جامعة أنفار وجامعة نامور. ثانيا قمت بتلخيص الجامعات الرخيصة في بلجيكا للطلاب الدوليين، ليزيتيديون إتخونجي، والرسوم الدراسية السنوية، ليفخي بور شاكاني. قمت بالبحث على هذه الجامعات ولخصتها هنا كما ترون في هذا الجدول. لدينا اسم الجامعة ولدينا رسوم التعليم في كل سنة. لدينا الجامعة الأولى رسوم التعليم فيها 2000 دولار، لدينا جامعة هاسيلت 2500 دولار العام، لدينا جامعة أيضا لوفين 4000 دولار للعام، لدينا جامعة ليج رسوم التعليم فيها 5400 دولار للعام، لدينا جامعة غونت رسوم التعليم فيها 6100 دولار للعام، لدينا أيضا كلية فيساليوس رسوم التعليم فيها 7200 دولار في العام. بالتالي هذه هي معظم الجامعات الرخيصة في بلجيكا بالنسبة للطلاب الدوليين والرسوم الدراسية السنوية. هنا عامة طريقة التقديم والتسجيل في أي جامعة في بلجيكا. أولا يجب تحضير جميع الوثائق المطلوبة من الجامعة، مثلا لباك دو ريلفي دو باك، تاني لا ليسونس لي ريلفي تاع لا ليسونس، ماستر ا ماستر دو، تاني لي ريلفي تاع ماستر ا ماستر دو،
التسجيل هنا يتم مباشرة في موقع الجامعة. كي تخيروا جامعة تجدون الموقع وتسجلون فيه مباشرة، تجدون استمارة فورمولير تقومون بملء جميع المعلومات الخاصة بكم، أيضا تضعون الجيستيفيكاتيف الأوراق المطلوبة مثل الدبلومات وغيرها في موقع الجامعة، يعني التحميل ذلك أو الاستمارة أو الملف على شكل PDF. هنا ترسلون كل وثائق عبر الإيميل أو عبر البريد لا بوست وتنتظرون إجابة هذه الجامعة. هنا دفع تكاليف الدراسة سواء المتقدمين لليسونس التروا وماستر أ أم أ ماستر دو أم دو تكون حسب كل جامعة. تدفعون هذه التكاليف بعد حصولكم على الفيزا والذهاب للدراسة في تلك الجامعة. كما قلت سابقا لخصت لكم مجموعة من الجامعات الرخيصة في بلجيكا في الشرح السابق. عامة هذه هي طريقة التقديم والتسجيل في جامعة من جامعات بلجيكا. اثنين، التقديم لطلب الفيزا ملف الفيزا. أولا يجب إيجاد الضامن لو غاو. الضامن عنصر مهم جدا في القبول في فيزا الدراسة في بلجيكا، بالتالي يجب أن تجدوا الضامن. الضامن يمكن أن يكون من بلدكم الأصلي مثلا الجزائر تونس المغرب أو من بلد أوروبي أو من بلد آخر. هنا فقط يجب أن يتضمن جميع الوثائق المطلوبة في الموقع. هنا الضامن دوره سيقوم بملء هذه الاستمارة لانكس 32. هذه الاستمارة مهمة جدا أيضا كما ترون هنا مثال على هذه الاستمارة. هنا في الأخير عند القبول تدفعون ملف الفيزا المتكون من استمارة لانكس 32 زائد رسالة القبول من الجامعة وباقي الوثائق المطلوبة في الموقع، وأيضا جو بونس تحضرون اون سيرتيفيكا ميديكال شهادة طبية في أي مستشفى في الموجود في بلدكم، أيضا لو كازي جوديسيير. والإجابة تستغرق حتى جو بونس 15 يوم أو أكثر حسب دراسة كل ملف. عامة بشرح عام هذه هي الوثائق المطلوبة لطلب الفيزا الدراسية إلى بلجيكا. هنا خيارات السكن الرئيسية للطلاب في بلجيكا هي أولا قاعة السكن الجامعي. هنا تتراوح مساحة غرفة الطلاب داخل الحرم الجامعي بين 200 حتى 450 أورو في الشهر. ثانيا إيجار مشاركة شقة كولوكاسيون، متوسط سعر الإيجار في شقة بغرفة نوم واحدة هو 400 أورو في الشهر، لا يشمل تكاليف المرافق. هنا فقط صورة لغرفة لا ريزيدونس ان اكزومبل في جامعة في بلجيكا كما ترون هنا. هنا قمت بتلخيص تكاليف الغذاء في بلجيكا. في المتوسط ستنفقون حوالي 150 يورو شهريا. هنا أيضا قمت بتلخيص أرخص محلات السوبر ماركت كما ترون هنا. أيضا توجد وجبات في مطاعم ب 5 حتى 12 أورو، وأيضا هنالك مطاعم بأقل من هذا السعر كما ترون في هذا المثال. عامة هذه هي تكاليف الغذاء في بلجيكا. أتمنى أنكم استفدتم من هذا الشرح. قدمت في هذا الفيديو معلومات عامة على كل ما يخص الدراسة في بلجيكا، بالتالي خاوتي ديرونا لايك لا فيديو هذه وبارتجوا لا فيديو هذه ليستفيد الجميع من هذا الموضوع. لجديد يدير أبوني بور مونكوراجي. دونك بالتوفيق للجميع. ميرسي، شكرا، على بروشين فيديو إن شاء الله.